يصلني سؤال دائما يتكرر، هذا السؤال هو: يا شيخ، لماذا أنا منذ فترة طويلة وأتعالج ولكن ما في تغيير وما في تحسن وما أشفى؟ أريد أن أبين في هذا الفيديو نقاط مهمة جدا وضرورية على المريض أن يتمسك بها حتى يشفى سريعا بإذن الواحد الأحد. النقطة الأولى هو أن تجعل ثقتك بالله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي هو الله، الكافي هو الله، المعافي هو الله. يجب أن تتيقن هذا الشيء، وهذا الذي أنت تتبعه من متابعة برامج علاجية أو سماع رقية شرعية معينة سبب ووسيلة للشفاء الذي هو كله بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية عدم التهاون في العلاج. أنت تحارب جن، سواء كنت مصاب بعين أو مس أو سحر، وهذا الجن يجب أن لا تعطيه راحة. يعني في ناس يبدأون بالعلاج بحزم وعزم مدة أسبوع ثم يصاب بانتكاس يجلس لمدة شهر، أو كان ملتزم مع راقي وغاب عنه الراقي، فبدل ما هو أيضا يتابع مع نفسه أو يرقي نفسه بنفسه يهمل الموضوع، يظن أن العلاج فقط مع الراقي يكون. أحبتي في الله، الإصرار على العلاج والاستمرارية وبقوة وبكثرة ضغط على الجني الذي هو سبب هذا المرض الذي أنت فيه. حاول أن تضغط عليه دائما. يكون لك ورد يومي قراءة قرآن، سورة البقرة اقرأ دائما، إذا ما تستطيع كل يوم بين يوم ويوم. الصافات، الياسين، المعوذتين، الجن، كل هذه الصور حطها في بالك، يجب أن تقرأ. آيات السحر للي يعتقدون أنهم مصابون بالسحر يجب أن تقرأه. النقطة الثالثة هو المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، مهم جدا. لا تقرأ إلا وأنت تقرأ المعوذتين. أذكار دخول المنزل، خروج المنزل، دخول حمام، خروج حمام، الملبس، المشرب، المأكل، كل ذلك حافظ عليه. نأتي إلى مسألة الأعشاب. هناك أعشاب واردة في السنة، تمر، القسط الهندي، السنة المكي، كل هذه الأعشاب اللي ورد في السنة لا بأس استعمله، فهو شفاء بإذن الله. والحبة السوداء لأن وردت فيها أحاديث صحيحة ثابتة شفاء من كل داء. ذلك أعشاب لم يرد في السنة، ولكن أهل التجربة وأهل التخصص وبعض الرقاة الأفاضل جربوه على ناس استفاد منهم، جربوه على الناس استفادوا منها، من هذه الأعشاب. هذه الأعشاب الحلتيت مثلا، لا ينبغي فلان تعالج من الحلتيت خلاص أنا أيضا أستعمل الحلتيت أتعالج، فلان تعالج من عشبة معينة إذا أنا أيضا أستعمل هذه العشبة فأشفى. لا، الجن يختلف، جن الإنسان يختلف من شخص لشخص. هناك جن يتأثر بالحلتيت، هناك جن ما يتأثر بالحلتيت، هناك جن يتأثر بالريحان، هناك جن ما يتأثر بالريحان أو الزعفران أو ما شابه ذلك أو الشب. بعض الأعشاب هناك جن يتأثر به، هذا الجن يتأثر بها، مثل طبائع البشر أنا أرغب حتى الروائح. هناك جن يتأثر بالمسك الأبيض، هناك جن يتأثر بمسك الأسود، هناك جن ما يتأثر لا بالأسود ولا بالأبيض، هناك جن لا يتأثر بكلاهما. إذن هذه مسألة نسبة وتناسب، يختلف من شخص لشخص. فالذي شفي من العشبة الفلانية، طبعا أتكلم عن الأعشاب الذي لم يرد في السنة بالتجربة، لا، فما تأثرت بالحلتيت استعمل عشبة أخرى، قد يكون الجن يتأثر بهذه العشبة، وهكذا لا يضر حسب توجيهات بعض الرقاة عن طريقة استعمال العشبة. وكل شيء لا إفراط ولا تفريط، لأنه يجب أن ما تستعمل بعض الأعشاب التي تضارب بعض الناس الذين يعانون من بعض الأمراض، اللي معه سكر، اللي معه ضغط، اللي معه قولون، اللي معه شغلات أمراض يعني، فيجب أيضا استشارة أهل الخبرة في هذه
المسألة. هذه نقاط أردت أن أبينه لكم فاحرصوا عليها، بارك الله فيكم، فمن باب الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.